نفس اليوم الساعة 7 راح يكون في افتتاح معرض من راسي من راسي اللي هي مجموعة فلسطينية في الكويت. يوم الجمعة في وسط رواق راح تنظم جولة في الخليل ويطوي الظهرية. إن شاء الله كمان بكرة راح تكون انطلاقة قناديا الدولي من هذا المقر في الفسحة الخارجية. فنحب إنه نشوفكم كلكم ونشوف هذا الحشد الجماهيري الكبير اللي عماله بيحتضن هذه الفعالية وهذا النشاط وبيحتضن جهد ما كان صار إلا بوجود إرادة جماعية اللي أعطت هذا التجمع معنا وأعطت هذا النشاط وهذا الكم من الفعاليات والنشاطات من معارض وجولات وندوات وحوارات الإمكانيات أنه يصير. الفنون ما هي لا تقتصر فقط عن التعبير عن الواقع، ما الواقع مرير طبعاً، وإحنا يمكن كان أول ردة فعل لاختيارنا لقلنديا كعنوان لهذا النشاط وهذا التجمع كان هو ردة فعل لكيف كل واحد لما يفكر لما الواحد يحكي له عن قلنديا على طول بفكر بالحاجز، على طول بفكر بالمعاناة اليومية، على طول بفكر بالتقسيم والتفتيت والتشتيت اللي صار لفلسطين والفلسطينيين. ولكن احنا لما صرنا نطلع على قلنديا بما معناها تاريخيا صرنا نشوف في هناك تاريخ طويل. قلنديا بلد، قلنديا قرية، قلنديا بيوم الأيام كمان أصبحت مخيم وصارت كمان رمز للنكبة، وكمان كانت قلنديا المعبر الدولي. أنا بتذكر وأنا صغير كان أبوي يطلع على قلنديا يأخذ طيارة يروح على الكويت يروح على لبنان ينزل على مصر يروح يسافر. كانت أنا لما كنت صغير كانت قلنديا بالنسبة لي الإشي اللي بتمنى أنه أوصله، لأنه هذه من انطلاقي إلى العالم. وهلأ صار في هناك حاجز. 2012 كان في 50 فنان، نحو 50 فنان، هالمرة في 100 فنان. في عنا 23، في فنانين من 23 دولة غير فلسطين. طبعاً أكثر من النص المشاركين أو الأغلبية من المشاركين هن من فلسطين، فنانين فلسطين، لأنه هذا النشاط هو نشاط من وإلى فلسطين بالأساس، ولكن هو برضو جسر للعالم. وقلنديا الدولي هو بينالي، وبينالي بشكل بسيط هو معرض أو نشاط أو حدث فني بيصير مرة كل سنتين. افتتاح معرض مسابقة والبارزة والمهم بتخيلوا كل البرنامج منالية لهذا المصدر. هي في الحقيقة هي لحظة سعيدة جدا على مستوى كمان كمنظمات ومؤسسات ثقافية منظمة لهذا الحدث الضخم. أشهر طويلة من العمل المكثف، من الإيميلز اللي بتصل 24 ساعة، جهد كبير وتعب كبير. يعني في وراء هذا البنالي في فعلا مؤسسات اللي وطواقم وفنانين وقيمين معارض، جهد كبير انعمل. ونتأمل أنه مع افتتاح بكرة ومع افتتاح المعارض راح أذكرها في آخر الكلمة، كمان يقدر يوصل هذا الجهد الفني لجمهورنا الفلسطيني. ويسعدنا كمان، يعني السعادة مش بس كمنظمات شريكة، كمان بحكي تحديدا كجمعية ثقافة عربية، إن نكون شركاء للمؤسسات الثقافية المنظمة. احنا اول ما عرفنا عن إمكانية المشاركة في بنالي قلنديا الدولي قفزنا على الفرصة، لأنه هاي فرصة نادرة. إذا بنحكي طول الوقت على التعاون بين المؤسسات الأهلية والثقافية وعم نحكي على التواصل الفلسطيني، هاي فرصة حقيقية حتى ما نناقش التواصل كموضوع، حتى ننفذه، حتى يكون مشروع حقيقي اللي بعبر عن الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.